يعني إذا زميلي ما حبليت بدي زوج بشير وحدة ثانية. لا يميني هالفكرة من راسك بقى. ابن عمي قديش إله متجوزة؟ إيه منستنى عليها شوي تاني شو صار يعني؟ لأيمتى ابن عمي لأيمتى؟ لك يا شهيرة يرضى عليك ساعديه قد ما بتقدر، هي بنت الغالية وعصام وما بيستغني عنها ولو شو ما كان. يعني حتى لو ما جابت له اولاد؟ هلا ما بدنا هالحكي الفاضل ونقول البنت ما بتجيب اولاد، اعملي هاللي بدك اياه، خديها على الداية على الحكيمة على الشيخة، اعملي هاللي بدك اياه، بس انه يجيب مرة فوق على بشير، هي ما بدي اياها بنوب. قولي على قامتي لتقوم ما تجيب له اولاد وتنقطع ذريته للصبي. وكلي الله يا شهيرة وكلي الله، هذا كله بيد ربك، لا بايدك ولا بايد جميلة، بخاطرك. الله معك ابن عمي، مع السلامة. جميلة هلا انا وياكي لنا شي 5 شهور متجوزين، بدي افهم ليش لهلا ما صار معك شي. والله ما بعرف يا ابن عمي، يعني بركي منك. شلون شو قلتي ما فهمت؟ نقطع الثاني، والله ما كان قصدي ابن عمي، هات ايدك لبوسه ان شاء الله سامحني. سامحك شيلي هيك، شلون بدي سامحك؟ يا لطيف عليك انا هالحكي، يا لطيف. نقطع الثاني، والله ما عاد عيدها ابن عمي. ما احلاكي وتعيديها، روحي هيك من وشي. نبري جيب البشكير والحقيني. حكي لي حلمة شو جبه؟ ليش هيك زعلته؟ يبركي كمان هو العطل منه. وليش حتى تقصري مع حماتك لك بنتي؟ ما يعني هلا بيت جوزك اولى فيكي. يعني معقول خليكي تشتغلي بالبيت لحالك؟ يا مو انا هلا دلال عندي، وبس تروح لبيت جوزها من غير شر بنلاقي لنا شي حل. حاضر يا مو مثل ما بدك، ما رح اجي غير بوقت زيارتي. ايه الله يرضى عليك. يا مو وانا شو مشاني؟ شو بكي انتي؟ يعني انا لهلا ما حبلت يا مو، وجوزي ناطف قلبه على ولد، وانا كمان. هلا افوت انا وياكي على الاوضه وبنحكي عن نصت. احكي هلا يا مو، ما في حدا. بدي اسالك كم سؤال. اول شيء فهمتي شو قلت لك؟ لك لهلا ما خلصتي شطف ارض ديارك جميله؟ هاد النفته تسفيت ما تعملي شو ساوي له؟ ومن شو مزفتلك جميله؟ مو من تقصيرك؟ والله يا مرت عمي ما عم بقصر، بس انت ادرى باللي مرقنا فيها مرت عمي. يا بنتي هذا البيت كل يوم بده شطف وترتيب، مو كل جمعة وعشرة أيام منعمل له شطفة ومنقول البيت مأنشح ومزفت. بعدين يا بنتي أمك خلص طلعت من العدة، يعني حاجة تروحي لعندك اليوم والتاني. حاضر مرت عمي. يلا برضاي عليكي، خلصي اللي بإيدك وتعي ساعديني بالمطبخ. حاضر. بعد عمة الجواز، أنا لو عرف علي هيك الجوازة ما كنت قبلت غير ببيت لحالي. والله فرحتيني يا مو، وخليك كمان معتز يتجوز، بكي بخفف عليها الجاي لعندك اليوم. وليش متضايقة من الجاي لعندي يا بعدي؟ إذا مشان الشغل اتركي من إيدك، ما بدي إياكي تشتغلي شيء. يا مو مو هيك قصدي. لكن شو قصدك؟ يا مو أنا برايبتي بيت حماي، كل ما بجي لعندك عم برجع أشتغل لحالي بالبيت، حمالتي ما عم بتساوي شيء. وما أحلاها تساوي شيء، وحضرتك صبية قاعدة عم تخدمي جوزك وبس. يا مو أنا مو خلاص. أنا ما عاد بدي إياكي تشتغلي عندي، تجي لعندي زيارة مخنمة ومهندزة وبس. يا مو أنا شو الله جابني أخدم ببيتين سوا؟ والله بيت جوزي قايم فوق راسي لحالي. بلا علاك مصدي، زعتان أنا مالي بعاستك، بساوي البيت لحالي. عادي حما زعلتي مني يا مو؟ ما تزعلي مني، أنا خدامتك وخدامة رجليكي، هلا رح ساوي البيت وأنتي مساكت يا مو. هيك يا مرت عمي ما بتاخذيني معي؟ لاني ما كنت بدي اتاخر عند امي. كنت رحت ورجعت معي. قلت لك ما كان بدي اتاخر. شبكي مرت عمي في شيء؟ رح افقع، رح اطق من حمات عصام اخوكي. فريال. يبعت لدى السلم، حردت بنتها وحطت الحق علي وعلى امي. قال شو؟ ما بدها بنتها تشتغل خدامه ببيت امك يبلاها داء السلم. يا الله يصلحها، مو حال اللي عم بدها غير لتخرب. دعيه ان شاء الله. رضا طلعت امك، شو بتلعي امي؟ انت
انتي ليش عم تعصبي علي وعلى عصام؟ يا مو مشان ما تروحي لعند الضره وتتأهرمي معها. يا مو جوزي بحبني ما رح يهرمني، انا بعرف. يا مو انا مشانك بدي يصير عندك بيت خاص نص الك ولولادك وجوزك، بكره بيصير عندك على الاولاد. لك امي ليش ما بتركزي حالك من هلا وبصير عندك بيت؟ اصبري لك امي اصبري، الله يرضى عليكي، واللي بيصبر بينول. عصام هلا مو مثل الاول، صار بيقدر يشتري بدال البيت 5 بيوت بعيون الشيطان. بعدين لك امي انا مشان شو عم بعمل هذا الشيء؟ مو مشان مصلحتك الي؟ مين الي غيرك لك امي؟ مين؟ شوف ابو غالي عمرك عقيم، يلي صار بيرجع الرجال قوم. يلي الست لطفيه جاع على بالك بدبابه؟ ايه يا مو، وانت شو جاي على بالك تاكلي حتى اجيب لك يا مو؟ انا شو ما كان باكل، بس سأل على مرتك هدى يلي ما عم تسأل عليها شلون قاعدة ولا شلون نايمة ولا شو عم تأكل، ولا هديك بنت الست وهي بنت الجارية. شو هالحكي يا مو؟ اسمع عصام يا مو، إذا قلبك مايل للطفية أكتر اكذوب على هدى وتعال عندها، اكذوب عليها وقل لك المحل. شو ذنبها تظلمها معك؟ شو ذنبها ما تجي لعندها بالجمعة مرة واحدة بس؟ شو ذنبها تحسسها إنها عايشة غريبة لا معلقة ولا مطلقة؟ شو معلقة ومطلقة؟ هدى مرتي شو بنا؟ طالما بتعرف انه مرتك ما بيجوز تعاملها هيك، بكرة الله يوم القيامة بده يسألك عنها مثل ما رح يسألك عن حالك ومالك وشبابك. اذا بدك تفوت على النار بتضل قاسي عليها، او الا ما بدي اياكي روحي لبيت اهلك. يا مو انا ما بدي طلقها لهدى، ما بدي. لك نكون عادل معها، مثل ما لطفية مرتك هدى كمان مرتك، عاملها بالمعروف احسن ما اغضب عليك. لا يا مو، بوس ايدك بوس ايدك تسامحيني. انا لا تراضيني ولا تطلب مني السماح، انت ابنك لرجوليتك، بس انا من هلا ورايح مالي مصلحه انك تروح معيك روحات، فاصحك تطلب مني هالشي مره تانية، لسانك بصلك يا بس يا عقيل. هذا اللي عندي. امرك عقيل، الله وكيلك، مو غايتي غير انه ترضى علي وتسامحني، والله حيطق قلبي، مشاء الله سامحني. سامحتك. لك الله يخلي لي اياك يا عقيل، لك الله يمد في عمرك، جبرت بخاطري، الله يجبر بخاطرك يا رب. سوي له شاي لابو غالب يا ابو الحكم. امرك عقيد. ابو الحكم مور، خلي شغلك وسكر الدكان، انا مالي راجع. السلام عليكم. بالسلامة يا عقيد. الله معك عقيد. عود ابو غالب عود. لك يا عيني عليك يا ابو الحكم، والله ابن اصل الله يقدرني على مكافاتك يا رب. لحتى تشوف انه ابو الحكم لما بيحكي بيفعل، مو مثل بعض جماعه. لك هلا ايمنا من السيرة ابو الحكم اللي فاتحته بست الدكان ولا لا؟ لا. لك ليش؟ لك ما اتفقنا من بعد ما تصالحوا وانت تفتح له زيرة الدكان؟ اي والله اي والله مزبوط. ايه ومساوي شاي لك انا؟ ايه انت؟ ما قال لك ابو النار انه تساوي لي شاي؟ قوم تضرب من بيت